Pretty quiet. Not suspicious at all. Introducing. You want to be successful? You want to be productive? Then you gotta be aggressive. And when a defect punk like you wants to run out of here, you're just asking for it. Asking for what exactly? You disrespecting me? That's it. The gloves are coming off. I can see that. What was your plan for this, Peppermint? I don't know. Fight? You're paying me double for this. But I'm not paying you anything. Hey! I'm the main show here! So let's get ready to crumble. Woo! Come on! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم مراجعة للعبة هاي فاي رش، وهي الحصرية على الأكس بوكس والمجانية لخدمة الأكس بوكس جيم باس، واللي كانت صدمة بالنسبة لي، لأنهم أول ما أعلنوا عنها قالوا اللعبة متوفرة بنفس الوقت، فهذا اللي خلاني أتحمس لها وألعبها، وخاصة اللعبة من شركة الغنية عن التعريف باثيستا، واللي استحوذت عليها شركة أكس بوكس. فاللعبة أكشن قتالية بطريقة الأغاني الممتعة. من خلال هذه الأغاني راح تقدر تسوي الكومبوات والضربات القاضية، اللي من خلال هذه الضربات راح تحاول تقاتل فيها الوحوش اللي راح يعيقون طريقك. واللعبة ما اكتفت بهذا القدر من المتعة، فحتى طريقة الرسومات والشخصيات المصممة في هذه اللعبة شيء جبار. وطبعا لا ننسى ذكر المحرك اللي أشوفه راح يحل مشاكل كثيرة اللي كنا نعاني فيها من ناحية التحكم والجلتشات، وأيضا الألوان المشبعة والانعكاسات والعالم العملاق، فكل هذا بفضل المحرك Unreal Engine 5. فأقدر أقول هذه اللعبة تستحق التجربة، وراح تجرب لعبة فريدة من نوعها وفكرتها الجديدة، اللي مهما تقدمت باللعبة راح تستمتع أكثر فيها. فما أطول عليكم، فمراجعتنا راح تكون شرح للقصة وشرح لطريقة القتال، وآخر شيء الإيجابيات والسلبيات في هذه اللعبة. فلا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، فأخليكم مع المراجعة. Rockstar? Future Rockstar? Are you done? Yes. حاليا خلونا نشرح قصة اللعبة. واللعبة قصتها بكل بساطة تتكلم عن شخصية مرحة اسمها تشاي، واللي يعشق الموسيقى وهو نجم من نجوم موسيقى الروك. فهذا الشاب سمع بمشروع يهدف إلى ترقية البشر اللي يتطوعون لهذا المشروع ويخليهم بشر متطورين بترقيات روبوتية. فراح يروح تشاي إلى هذا المشروع ويقدم نفسه كمتطوع، ولكن للأسف المشروع اللي تطبق عليه راح ينحني عن مساره، ويصبح تشاي المشروع اللي يكون فيه خلل وراح يحاولون يتخلصون منه. ولكن تشاي ما راح يخليهم يتخلصون منه بهذه السهولة، فراح يكشف قدرتها الخاصة اللي اكتسبها من هذا المشروع، وهو
وجهاز الأغاني اللي يكون في صدره، والقطعة المعدنية اللي من خلالها راح تتحول إلى جيتار يقاتل فيه. فبهذه القوة راح يحاول تشاي الهرب من هذا المكان العملاق، ولكن هذه المنظمة العملاقة ما راح تخليه ينحاش بسهولة، فراح تحاول تعدي الست رؤساء في هذه المنظمة، واللي راح يساعدونك الشخصيات اللي راح تتعرف عليهم لما تتقدم باللعبة، وراح يعلمونك القدرات والمهارات عشان تهزم هذيلي الزعماء. فمهمتك في هذه اللعبة انك تنحاش من هذا المكان العملاق وتحاول تقضي على الرئيس الأخير. فكانت هذه القصة. فحاليا خلونا نروح إلى طريقة اللعب في هذه اللعبة. حاليا مثل ما تشوفون دخلنا في عالم هذه اللعبة، واللعبة بكل بساطة انك تمشي على النغمة او اي اغنية راح، يعني لما تروح مرحلة راح تتغير الاغاني، فانت لازم تمشي على النغمة. مثل ما تشوفون يعني في اشياء تساعدك انك تعرف النغمة المعينة، واذا ما عرفت يعني احيانا تبين في الشاشات، احيانا يبين عندك المساعد مالك شوفه قاعد يشب اخضر، او انك تطق سيلكت راح تشوف النغمة شنو تطق. يعني مثلا تمشي على النغمة 1 2 3، يعني شوفوا هذه السرعة، إذا ما طقيت على النغمة ما راح تصير ورا بعض. مثلا شوفوا 1 2 3 1 2 3، فأنت راح تمشي على النغمة اللي موجودة. فإذا طقيتها بالغلط مثلا شوفوا قاعد أحاول أطقها ورا بعض ما راح يصير، فأنا أحاول أمشي على النغمة مثلا شوفوا 1 2 3، فما راح تطق بسرعة شوف ما راح تصير، راح تصير واحدة، فقاعد أطقها ورا بعض، فلازم أمشي على النغمة عشان تصير بسرعة وضربات نفس الشيء. فمثلا شوفون الضربات 1 2 3، فشون يطلع لك شون تعرف أنك ماشي على النغمة، راح تطلع لك هذه الدائرة، فأنت تحاول تمشي مع النغمة. مثلا شوفوا 1 2 3، فراح يقول يعني في صوت مشجعين راح يقولون لك هي اعرف أن أنت قاعد تمشي مع النغمة. فمثلا شوفوا هذا الكومبو، فإذا قاعد تشوفون أنتم البيرفكت، فأنت كل ما توصلها على البيرفكت أو جود راح تستخدم الكومبوات. فخلونا بس قبل لا يعني نكمل في القتال، خلونا نشرح لكم القوائم وطريقة اللعب في هذه اللعبة. مثل ما تشوفون عندك كيفية اللعب في الأساسيات، راح يشرح لك كلها هني شنو راح يسوي. مثلا تشوفون هذين العناصر الـ HP اللي هو الصحة، وهذا الجير اللي راح تطور فيه، وطبعا هذه الكهرباء اللي راح تستخدم السبيشل اللي R3 والL3، وفي أشياء تجمعهم هذين تحطهم في عشان تزيد من قواك، وعندك شخصيات تقدر يعني تشاركهم في هذه اللعبة، وهني يعلمك شون تسوي مراوغة، كل هذا راح أعلمك إياها بعد شوي. فأسلوب ومراحل، فأنت الأهم عندك تتعود شوي على الضربات، مثلا مثلث مربع، فأنت تحاول تمشي على النغمة أو يعني الRB والمربع، فأنت تحاول يعني كتر ما تقدر تشوف الحركات اللي موجودة هني. مثلا شوفوا هذه المثلث مربع، المثلث مربع أو الواي مربع، واي مربع أنا شيني على اليدة السوني، فأنت تحاول تمشي على النغمة. ولكن خلونا ندش إلى مكان التطوير. مثل ما تشوفون الهجمات، في هجمات متنوعة في هذه اللعبة، أنت تقدر تشتريهم من خلال تجميعك للجير. فمثل ما تشوفون هني 7، هني 7.5، فيعني أنت تحاول تشوف اللي يناسبك في هذه الحركات. وأيضا عندك الشخصيات اللي وياك، أنا الحين وياي 2 والثالث بالطريق إن شاء الله. فمثل ما تشوفون هذا اللي يكسر البيبان وعنده حركات، فتقدر تسوي الكومبوات وتدمجهم مع بعض في هذه اللعبة. فأنت تحاول تتعبث في هذا المكان. هذه طبعا الهجمات، وهني الهجمات المميزة اللي تستخدم الL3 والR3. فمثل ما تشوفون في أشياء تسويها هني وتنقيها في السبيشلات، فكل حركة لها يعني والله هذه قوية الصراحة، خلينا نشتريها. فهذه الحركة السبيشل، وهني تقدر تطور مقياس الصحة اللي عندك، أو طبعا الR3 واللي هو الكهرباء والصحة تزيدها، فأنت هني زيادة الصحة والسبيشل عندك. وهني شيء مهم، يعني مثل ما تشوفون هني تقدر يعني يعطيك قوة أكثر للشخصية. مثل ما تشوفون هني تقلل الوقت، أو مثل ما تشوفون يعني كل ما
يعني تصد هجوم الوحوش راح يزيدك الصحة. فيعني هني تشوف تستخدم يعني سبيشل في تنادي الشخصية الثانية مثل ما تشوفون هذه تخلص، عرفت شلون؟ فشون ترد مدة زمنية مثلا 5 ثواني، فأنت في هذا التطوير راح تخليه مدة زمنية 3 ثواني. فيعني كل شيء له يعني نسبة معينة في الزيادة، مثل ما تشوفون هذا يزيد الصحة كل ما تفاديت، في بعضهم يزيد بسرعة الكهرباء. هذه الكهرباء يعني التطوير أو الـ3 والـ3 السبيشل. فطبعا هني تلاقي التطويرات والحركات الجديدة تقدر تشتريهم من هني، أو إذا خلصت المرحلة راح تروح الغرفة مالت التيم وتحاول تطور في هذا المكان. فحنا خلصنا الشرح لهذه اللعبة، حاليا خلونا نروح إلى المتعة والقتال في هذه اللعبة. طبعا اللعبة مو بس القتال، طبعا فيها شوي صعوبة في الأماكن، القفزات، وتكون السرعة البديهة، متى تنجز، متى تعدي الحواجز، هذا كلها موجودة في هذه اللعبة راح تستمتع فيها. فطبعا أنت راح تستمتع في القتال وتستمتع في حل البعض الألغاز وتعدي الحواجز. فحاليا كما تشوفون نحاول نعدي الحواجز السهلة. اوكي، هذا الصناديق لازم نكسرهم عشان تاخذ يعني الاشياء اللي موجوده فيه. راح اقاتلها الحين فان شاء الله نطول. يعني طبعا اغلب الفيديوهات راح تكون 25 دقيقه للامانه، يعني الوضع صاير المراجعات اللي راجع لي ابو 10 دقائق هذا صراحه ما اسميه مراجعه، فلازم اشرح كل شيء في هذه اللعبه واعطيكم نبذه عن اللعبه عشان تشتريها ولا لا، او تعجبك او ما تعجبك. فيعني اعذرونا اذا كان الفيديو شوي طويل مدته 20 دقيقه او 25 دقيقه. ف يعني أنا مقسم اللعبات على مقسم الفيديو على الأماكن اللي تحتاجها، مثلا المقدمة، طريقة اللعب، شرح اللعبة، فأنت تحاول تنقي المقطع المناسب عشان يعني عرفت شلون تشوفون اللي تبونه واللي ما تبونه ما تشوفونه. فحدد، راح أحدد على الفيديو فأنتوا يعني نقوا. فحاليا أوكي الحين هذا دائرة الدفاع، فأنت تحاول تصد الضربات. فحاليا هذه الطريقة شوي تغيرت، فالحين هذه راح يكون تحاول تمشي على النغمة اللي هي تبيها، فلازم فل تركيز. فأنا حاط لكم هذه الدائرة اللي تحت عشان تعرفون النغمة الموجودة وإذا قاعد أجيبها ولا لا. شوف الحين 1 2 3 أوكي ورا بعض، 1 2 3 ورا بعض. Not part of the plan. Peppermint, your plan blows. Hey! But I got a better idea. Let's get her really mad. Keep the attacks coming and wear her down. Char, you're a genius. Whoa now. Let's calm down. Stop chatting. Put your guitar where your mouth is. Alien, oh, صار تسرع. آخر واحدة باصتها ولكن تمام. أوكي ممتاز. يعني شوف إذا ما يعني فهمت النغمة تقدر تشوف من الحركة الشخصية اللي أمامك. فحاليا أوكي راح أغير طريقة القتال. طبعا هذه اللعبة اللي راح تصير وياي، فخلنا نشوف هي راح يصير أصعب. أوكي
طبعا طريقة القتال والوحوش مو دائما تكون كذي، فهذه أول مرة تكون الطريقة في هذا الأسلوب. فبالعادة كنت أطق مربعات، فبحاول يعني أوريكم القتال يعني. أوكي، في حركة ثانية قاعد أتعلمها اللي هو الار بي، اللي هو تتفادى عن طريق السرعة. أوكي، فأضافه شيء جديد، مو بس أضغط الحرف البي. فحاليا خلينا نشوف شنو الحركة. أوكي هذه يعني أوكي يعني صدها بسرعة يعني. أوكي فحرف الزد هذه راح تكون الار بي، ممتاز. فلازم تكون حاليا أسرع وأدق. ففي إضافات حاليا جديدة. أوكي ضبط واحدة واحدة يعني حاشتني، لكن واضح إن راح نطول وياها. أوكي شوف، ترى كل ما يعني تخطي راح يعيد لك الجزئية. الأخيرة يعني ها ضبط على خفيف. أوكي راح أعيدها مرة ثانية. لا أوكي إن شاء الله خلصتها. أوكي تمام خلصتها. فحاليا نشوف الموف الثاني، فكل ما له ويزيد صعوبة. أوكي اوكي شني ضبطها. لا يجب ان اركز. اوكي مع انها سهله يعني، اسهل من الباجيه. اوكي اوكي ممتازه بيرفكت. اوكي حاليا نشوف اعتقد باقي لها اخر ضربه. ممتاز. اوكي ممتاز. مشكلة السهل ما اعديهم. اوكي هذا عديته ممتاز ممتاز. اخر ضربة. اجين وللحم النغمة للحم مو ضبطة براسي. مو ضابطة كلش. اوكي ضبطها. اوكي خلصنا اخيرا خلصنا. حاليا خلونا نتكلم عن اللي عجبني واللي ما عجبني باللعبة. واللعبة في شغلة ما عجبتني، ألا وهي كان في تمطيط في اللعبة، يعني كان يخليني أقاتل الوحوش بشكل متكرر قبل لا أوصل للوحش. فأحيانا أشوفها مملة، وأحيانا تقول لا ما عليه عشان أثبت الكومبوات وأتعود على اللعبة. فاللعبة فيها شوي تكرار في القتال. وأيضا السلبية الثانية أنه يبيلك فترة عشان تتعود على النظام القتال اللي أشوفه نوعا ما صعب، ولكن يبيلك تتدرب عشان تثبت الحركات. فأشوف اللعبة فيها صعوبة من ناحية القتال، يوم تتقدم أكثر في اللعبة فتحتاج سرعة ودقة في القتال. ولكن كمجبل اللعبة عجبتني صراحة، وأعتقد أنها أحجزت مكان لجوائز السنة 2023 وأشوفها تستحق التجربة. فتقييمنا للعبة 9/10. فيعطيكم العافية على المشاهدة، وفي نهاية الفيديو نقول لكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.